بالنسبة للاستعانة بالكافر إذا كان سيكون هو الغالب وهو المنتصر والراية رايته فهي حرام، وإذا كان الكافر تبعا للمسلمين ولا يخاف منه، لا يخاف منه ضرر ولا أذى بهم ولا غدر بهم، فالأمر فيه سعة. حديث فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فلنستعين بمشرك، نعم وذلك في الرجل المدجج الذي فرح به المسلمون في غزوة من ثلاث الغزوات. مرات أرجعه. نعم، لكن هذا الرجل بذاته كان النبي صلى الله عليه وسلم يضغط عليه ليسلم، وأيضا رده فقط لغرض للضغط عليه ليسلم، وأيضا لأنه ليس محتاجا إليه في ذلك الوقت، لكن لما احتاج إلى عبد الله بن الأريقط صاحب بني الدين استعان به، استعان به، استعان استأجره، بصفوان بن أمية وما حنين، واستعان بصفوان بن أمية واستعار منه الدروع استعان قد ذكرنا بخزاعة ذلك، في مكة. واستعان بخزاعة، واستعان بنعيم بن مسعود، نعم. وعدد من الأفراد الذين كان لهم أثر، مثلا بنو مدلج حين كاتبه النبي صلى الله عليه وسلم في وثيقته استعان منهم في جمع المعلومات وهم كفار، إذا ترون أن الذين ردهم النبي صلى الله عليه وسلم ردهم لأنه تفرس فيهم الإسلام؟ أو أراد الضغط عليهم نعم. لذلك، أو أنهم يمكن أن يكون لهم شوكة وقوة، يمكن أن يغدروا بالمسلمين، وحينئذ إذا كانت الراية لهم رايتهم مستقلة فلا يمكن الاستعانة بهم، إذا كانوا أعوانا للمسلمين كالخدم الذي يكون في الجيوش فهذا أيسر، وأيضا الاطلاع على أسرار المسلمين وعوراتهم هذا ممنوع أن يستعان فيه بأي كافر. ولو كان ثقة الأمور مأمونا. الأمنية والأمور المالية التي فيها خطورة لا يطلع عليه الكفار. عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى: مات النصراني. علم أن أبا موسى اتخذ كاتبا نصرانيا وكان صاحب حساب ومتقن جدا لترتيب الأمور والضرائب في العراق، فعلم به عمر فغضب فكتب إليه أن يعزله، وكتب إليه موسى أبو موسى إنه يحتاج رجل إليه أمين وكذا. وصاحب حساب وكذا، فقلب عمر الورقة وكتب: مات النصراني. فهذه رضي يمكن أن الله تكون عنه. دعاء عليه، ويمكن أن تكون خبرا، ما نتصور أنه مات، فما أنت فاعله فافعله الآن. طيب، حديث الإمام أحمد: تصالحون الروم وتخزون أنتم وهم عدوا واحدا، أليس أصلا في جواز الاستعانة؟ لا، ليس حتى أصلا، لأن هذا مع حديث، اتفاق هذا الراية حديث تقريبا. عن الأمر غيبي وليس أمرا به، هذا حديث أن هذا سيقع وسيغدرون، لكنه أمر غيبي لا نفعله نحن لتنفيذ الحديث، فهو سيقع. لكن طيب، إذا احنا نفهم أن الاستعانة تجوز بشرط الحاجة، الاطمئنان إلى حسن الولاء وعدم الغدر كما تفضلتم، ولا يكون وألا لهم يكون هم في مركز قيادي. في مركز قيادة، ولا يكون في أمور حساسة لا يستعان بهم في الأمور الحساسة كالأمور الأمنية والمالية للدولة الإسلامية، وأيضا أن يكون تكون الاستعانة فيهم تحت راية الإسلام، ليس لهم راية مستقلة.